مشاهدينا الكرام، أيضا كان في بنهاية المنافسات بحلبة قطر كان هناك تكريم لأصحاب المراكز الأولى وتوزيع الكؤوس على الفائزين. سنشاهد التكريم في هذا التقرير. إذن مبارك للفائزين بجميع الفئات. طبعا نعتذر من فئة أيضا الدراغ ستار لعدم وروده في التقرير الذي شاهدناه عن منافسات النهائية في السباق. نذكر بأن فئة الدراغ ستار عبد الرحمن النعيمي حل أولا، وخالد السويدي ثانيا، ومحمد السبيعي حل بالمركز الثالث. طبعا مبروك للجميع. سنشاهد الآن ترتيب النقاط بعد نهاية الجولة الأولى من بطولة قطر. سيظهر الترتيب أمامنا على الشاشة. بالمركز الأول بفئة البرو إكستريم طبعا هناك فون سميث ب 433 نقطة، الشيخ خالد الثاني ب 231 نقطة، وبدر أهلي ب 132 نقطة،
فئه البرو نايتروس مايك كاستيلانا ب 332 نقطه، وخالد البلوشي ثانيا ب 133 نقطه. طبعا هذه النقاط تضاف الى الرصيد في نهايه البطوله ليحدد بطل كل فئه. بفئه التوب سبورتمان هناك مصطفى الاتات بالمركز الاول ب 333 نقطه، وخالد الرفاعي ب 132 نقطه. بفئه اوتلو 10.5 233 نقطه لمهنا النعيمي، و 232 نقطه لسلطان الزعابي. طبعا بالفئه الاخرى فئه اوتلو 6 سلندر، فهد الرئيسي عفوا بالمركز الاول ب 430 نقطه، علي السويدي ب 331 نقطه، ومحمد احمد ب 333 نقطه، مزهر التناك ب 431 نقطه بفئه اوتلو 8 سلندر، عبد الله احمد بالمركز الثاني ب 329 نقطه، وعلي المري ثالثا ب 232 نقطه. طبعا هذا كان بالنسبه لفئه اوتلو 8 سلندر. بقية الفئات الأخرى فئة 4.5 هشام الملا ب 432 نقطة، وراشد المديد ب 328 نقطة، وطارق هادي ب 231 نقطة. بفئة الدراكستر عبد الله النعيمي ب 331 نقطة، خالد السويدي 233 نقطة، ومحمد السبيعي ب 130 نقطة. هذه الفئة فئة العنابي دراغستر. بالانتقال أيضا إلى فئة الدراجات النارية، ربما ستظهر الآن على الشاشة فئة الدراجات النارية الثلاث برو بايك، الفئة الثلاث برو بايك مش على الصبر ب 533 نقطة، محمد الدرويش ب 331 نقطة، ومحمد بوراشد أعتقد أن النتيجة خطأ هنا وردت لي ب 32 نقطة. بفئة ستريت بايك بدر بن عيدان ب 589 نقطة، يعقوب حسن ب 437 نقطة، وأحمد الحمداني ب 340 نقطة. بفئة سوبر ستريت بايك مشاري التركي بالمركز الأول ب 483 نقطة، وكاظم عبد الله ب 332 نقطة، وحتان العبادي ب 281 نقطة.